السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم أيها الطيبون، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة وأحوالكم من حسن إلى أحسن بإذن الله. كثير منكم لا يعرف أو لا يستطيع أن يفرق بين الحسد وبين السحر. يقول لك أنا عندي أعراض ولا أعرف هل أنا محسود أو مسحوق. أنا لا أتكلم عن العين. العين والعياذ بالله يعني تعرفون أين توصل. لكن سأتكلم عن التفريق بين الحسد والسحر. في هذا المقطع إن شاء الله سأقوم معكم باختبار، أو أنت تأخذ المعلومة مني وتقوم باختبار نفسك. وهذا المقطع مخصص للناس التي تصلي، يعني أنت لا تقول لي أنك لا تصلي وبعدين سأقوم بالاختبار، حتى تصلي، لأن الاختبار سيكون في الصلاة. يعني أنت تريد تعرف أنت حاسس بأعراض غير جيدة، أوجاع في البطن، وجع صداع من غير سبب، حاسس نفسك كل شيء معطل، كل الأبواب مغلقة في وجهك، تحس أن صحتك يعني دائما في النازل في النازل في النازل، تريد أن تعرف ما بك، ذهبت للرقاة ولا فائدة. الموضوع أسهل من شربة الماء يا أيها الطيب. تصلي إخواني، يعني تغتسل، تتوضأ، تصلي فريضة أو نافلة أو تأخذ لك سنة، شوف أنت. يعني إذا أنت أحسست بخمول وعدم تركيز في الصلاة، وأحسست بأنك لا تستطيع أن تصلي لكن ستصلي، يعني لكن ترغم نفسك، فهذا عارض حسد، هذا حسد. ركز معي. إذا أنت اغتسلت وغصبا عنك، ثم توضأت وأنت مكره، ثم دخلت في الصلاة كبرت فتبدأ تشم في رائحة، تحس ببعض الأشياء الغريبة، تحس كأن وضوءك اتنقض، تحس أنك لا تريد تصلي، لا تستطيع، يقف عليك ظهرك، لا تستطيع، كأنه مسطرة، لا تستطيع، يعني كأن من يخنقك بسلسال ويجذبك للخلف، هذا عارض سحر. أتمنى إخواني أن تكونوا فهمتم أو تستطيعون من هنا وصاعدا أن تفرق بين السحر والحسد. الموضوع أسهل من شربة الماء، الأمور كلها سهلة، أسهل من شربة الماء، فقط أنت اسأل، تدبر. وأنا عارف إخواني الكرام أني أوصف المعلومة لأني أعرف أن ناس كثيرة لا تريد أن تتعب عقولها. والله إذا كان نحن سنتعب عقولنا في شيء يفيدنا ويفيد سائر المسلمين ويفيد أوطاننا وغيرنا بالخير فلا بأس، لكن إذا كنا سنتعب عقولنا على مواضيع ليس لها قيمة أصلا فأنا أظن أنه لا فائدة أصلا. فاترك عقلك مرتاح واتركه ينام جيدا. شكرا لكم على المتابعة.